وطيب احكي لنا التفاصيل من اول لحظه تشتري بيها الى ان ينبع. ابو استاذ عادل، ابو عادل هي شغلتها هذا شلون؟ اول ما تجيبها من الامير تجيب اقواني مثلا، فبعدين توصل البيت، متوصل البيت تاخذ الاقوانيه مالته، السلقه بماي حار، السلقه ماي وملح على مشان يشبع بالملح. الشره مثلا بالشمس، الشرة على مثلا مخزن طق البنكه، يصير شغل الحراره. المهم يعني يكون يصير مو كلش رطب، يعني حار بين الرطب وبين الزين، يعني هاليابس. فبعد ايش نسوي؟ نجيب هنا نجيبها ونطحها بالماكينه. الماكينه هاي؟ اي هاي الماكينه، اي توصل الى الشغله النهائيه. هي ما فيها ابو حنيف 5000 فرده. وعندي مساعد عندك هنا ابو حنين. والله عمي سبع صنايع ابو حنين. ابو حنين ما زلت عمي طلنا قلت ابراهيم ما احترم. لا طلنا قلت والله العظيم لا مو تسوير انت على مو ها يعني بس لا والله على هذا حب الشمس الاسود. أيه. هذا يسمى عندنا حمص، وفي بلدان اخرى يسمى نخلي. أيه. النخلي. وهذا لا هنا الحكي هنا. هذا شويه اسمه صعب. شو اسمه هذا استاذ؟ هذا سجم اربيل. سجم اربيل وعشان توصل لهم تسميه اخرى. يلا بعد. هذا نفس الشيء. هذا اجى الشيبس التركي، هذا هم كلش حلو. هذا يسوونه من دره مال عرموس. هذا كلش عليه سعر. هذا نباتي ما بي مواد هاي الكاسيه. هذا كيرت مادي لا هذا